بسم الله الرحمن الرحيم، عيدكم سعيد وكل عام وانتم بخير. الفيديو هذا قبل ما انشره فكرت هواي فكرت، فلازم اقول كلمتي الاخيرة. بدأت نشر فيديوهات كانت قبل سنتين، طبعا تعرفون اسبابها هو وفاة اخويا، فقلت لازم اسوي صدقة جارية الي وللناس اللي توفوا اللي يخصوني وأمواتكم. هاي الحالة صارت قبل سنتين، والله العظيم أحسن فرحة عندي هو أن أنشر فيديو تعليمي. أحسن فرحة. الفيديوهات كانت بدون مقابل، ودائما بالقناة التلفزيونية ملتقون بي يقول لي يعني شنو مصلحتك تنشر فيديوهات؟ يعني اكو هيك عقلية احنا شايليها، طبعا كل الناس شايليها، كل بني ادم، بانه اللي يتعلم ما يعلم، مع الاسف. يعني الشيء اللي راح اقوله شيء كلش مهم. اول شيء بالنسبة للشباب، الشباب دا يقولون ماكو شغل، توفر هسه الشغل، دا نقول لك يابا هذه الاعمال اللي كذا وكذا، الاجهزه المنزليه دا اعطيك فيديوهات بالتفصيل. ممل، ما اتصور اكو حد ينشر فيديوهات تفصيليه مثل ما دا انشرها. شنو العذر بعد؟ تروح تراجع مقاطع الفيديو على اليوتيوب تلقى مقطع ما تحشيش وما الضحك داخلين عليه بالملايين، فيديوهات تعليميه ما حيدخل عليها بالالف، 2000، 3000 واحد. فاذا الخلل موجود بالبشر، الخلل موجود بالبشر. اول ما بديت انشر كل الناس، اي واحد التقي به ومن الناس المقربين لي يقول لا تنشر، ما حد يستاهل. يعني هاي النظره موجوده، لا تقولون لا، كل الناس شايله هيك نظره، الاغلبيه، لا نصير تعميم، لا تنشر ما حد يستاهل. على كل، انا تحديت كل هاي الصعاب وتحديت كل هاي المشاكل ونشرت، نشرت من نية صافية، بحيث اني هسه افرغت كل ما عندي. خليت لكم مقاطع فيديو 512 فيديو لحد الان، كلها فيديوهات مفيدة اذا انت تريد تتعلم مهنة واذا انت تريد تصلح بيتك، يعني كلها توفير مردود اقتصادي، رغم بانه الناس ما يعجبهم هذا الشيء، وخصوصا اصحاب المهن، وتعرضت لعدة مشاكل بسوق الالكترونيات بباب الشرجي. وقف لي احد اصحاب المحل وقدام الناس قام يحكي شنو تنشر فيديوهات قطعت رزقنا. هاي العقليه اللي شايليها احنا، مع الاسف خلينا نقول. على كل، احنا نذب اللوم على الشباب، ليش ما تطورون نفسكم؟ عندك شهاده هندسه او غير شيء، لا تبقى قاعد، خلي شهادتك بيدك. تعيينات ماكو، دائما نقول ماكو تعيينات. طور نفسك يا اخي، ليش تخاف؟ ليش تخلي على بالك شغلة الخوف؟ هاي فقرة. الفقرة الثانية، اكو ناس صار عندها سوء فهم، يعني كأنما تخابر على بدالة وليل نهار لازم يجاوبك ولازم. يا اخوان، انا هم عندي محل واشتغل على باب الله. اني رغم هذا الشغل ماتي وبالحر وبالصيف وهاي، تشوفوني ما توقفت عن نشر الفيديوهات، لان عندي رساله بداخل نفسي، الرساله قلت لازم اكملها، فما خليت شيء يخطر على بالكم ما نشرته بالنسبه للمجال اختصاصي، سواء انا اعرفه والشغلات اللي تجيني جانبيه مجرد عندي معلومات عنها اعطيها للناس، اخليها بدايه حتى الناس تبدا تتحرك وتشتغل. رغم عمري 55 سنه، دماغي ما توقف هاي الفترة كليتها، حتى صار عندي تعب نفسي وارهاق. يعني المقابل دائما يريد لازم مجيب آلي عنده، ليش ما تجاوبني؟ يعني اكو عقلية، البارحة واحد يقول لي يعني ليش تجاوب بس على الدول المجاورة؟ هو انا ايش مدري ان انت من دول مجاورة؟ ايش مدري انت عراق لدولة مجاورة؟ مع الاسف يعني هاي العقلية اللي شايليها. على كل، ما اريد اطول عليكم. عودتي لكم اني هسه راح انقطع، رجاء بحد لحد يخابرني. خليت لكم مكتبه، مو معناته اني بخيل، خليت لكم مكتبه كامله. تعب نفسك يا اخي شويه، تعب نفسك، ابحث وتعب نفسك. خليت لكم مكتبه كامله من الفيديوهات،
عودتي مرهونة بعدة شغلات. أول شيء أن أجد ناس تعلموا من عدي ويسوون قنوات تعليمية، وأتحداكم إذا واحد سواها طبعا، لأن هو هاي طبيعتنا إحنا بخلب هذا الشيء مع الأسف مع الأسف مع الأسف. أتحدى أي واحد تعلم من عدي ويسوي قناة أو يجي للمحل ويقول له علمني ويعلمه، طبعا مستحيل، وأتمنى راح أشوفه. فعودتي مرهونة بهاي الفقرة أن أشوف ناس قامت تتعلم، يقول أنا تعلمت من خالد المعموري ودا أعلم هسه الناس، وأتحدى طبعا، سوي تحدي. الشغلة الثانية أن أشوف المتابعين دا يزيدون، مو دعاية إلي أو حتى أجمع فلوس، الحمد لله والشكر ما عندي هذا الشيء، ولو عندي نية شغلة مادية كان أصلا ما نشرت فيديوهات زين عيني. فهاي الفقرتين، الناس تنشر فيديوهات، أن يزدادون المتابعين حتى أشوف أكو ناس بحاجتي حتى أرجع لكم. ومثل ما قلت لكم رجاءا لحد يتصل بعد على التليفون، الفيس راح أغلقه نهائي. الفيديوهات على اليوتيوب موجودة، أي واحد يتعلم خلي يتعلم، شارح لكم بالتفصيل، شوية ركزوا بالفيديوهات، ماكو شيء صعب. وتحياتي لكم والوداع.